واحد مصلها يا ماشي يقل بالحدث، قد يكون انا اول واحد اشوف الكروز اللي ماشي وشايفين نايت نحن ماشيين. شير يا اخوانا، شير 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 في كل الجروبات شير. شير يا اخوانا، شير في كل الجروبات شير شير شير. خلي الناس تعرف، خلي الناس تعرف الحاصل، خلي الناس كلها تعرف الحاصل شنو بالضبط. تطرح الاسئله على روحها، منو المسؤول؟ منو الجاني؟ منو المظلوم؟ شير. كل ما انا بخترق بالضبط المحل اللي فيه الدوغان الكثيفة الطالع ده في ترمى بالضبط في المحل ده. السؤال اللي بيطرح نفسه حين برده، اذا الترمى دي اتفجرت هل بيحصل شنو للسكان الهزل اللي قاعدين؟ وين المطافي؟ وين وين المطافي؟ سؤال بس، وين المطافي؟ وين المتافي؟ أقل تقدير ممكن يقدمه. ده الحاصل زي ما شايفين، الناس كلها طالعة. الناس الجبيل، الناس الجبيل اللي ينام في الوادي تحت ديل كانوا في مكان الحدث، في نوع طلع إنه ينجو بحياته وفي نوع اتضرب عشان يطلع من بيته. ده الحاصل. سامعين صوت الرصاص وانا ماشي اصلا، مو خلاص، ما في حياه اصلا، ما في حياه، ما في اخلاق، ما في كرامه، ما في تقدير للانسان، ما في قيمه للانسان. يلا نروح كلنا سوا، اصلا ما في فرق. دار السياسيين بالذات، بالذات السياسيين اللي في الولايه دي، افتحوا شمكن، ها افتحوا شمكن، دارين مواكب، تعالوا لي هسه اسهروا لي هنا. خير التسلق على زهور الاغاريم، ما في شيء اكثر من كده. وانا جاي في الطريق سالت الود اللي ماشي قدامنا، فقلت له الحاصل شنو بالضبط؟ اسمعوا الكلام ده يا اخوانا، اسمعوا الكلام ده، قلت له الحاصل شنو بالضبط؟ لقيت ما هو هناك جنب الاستاد. يعني حاجه غريبه بجد، حاجه غريبه. قال لي ناس قاعدين معاهم سوا، بناكل نشرب سوا، اصبحنا الصباح لقيناهم واقفين قدامنا وبيضربوا ذخيره، بنعرفهم، بناكل ونشرب سوا، جيران يعني. اخرب من كده قال لي جيران، اصبحنا الصباح لقيناهم بيضربوا في الناس، بيضربوا فينا. قال لي انا رجعت حسي الراجع ده رافع لي زول يتدرب قدامي، وديته يتكسر، وديته المستشفى وجيت راجع، وما في طبيب، ما في طبيب. قال لي بجوح لنجهيت، لا قلت لي طبيب اديته وخليته وجيت راجع. اشوف الحاصل شنو تاني. السؤال قال لك زول ناس بنغني معاهم سوا، بنغني معاهم سوا، نشرب ناكل سوا، جيران، اصبحنا الصباح لقيناهم واقفين بيضربوا فينا. ده كل ما في الامر. شير يا اخوانا، شير 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 شير. خلي الناس تعرف الحاصل بالضبط، خلي الناس تعرف الحاصل. سامين صوت الوابل؟ سامين صوت وابل الرصاص الضاق ده؟ وانا ماشي كل مره بقترب من نقطه الصفر، كل مره بقترب من نقطه الصفر. بجد يا صحفيين شغلكم خطر والله، لكن مضطرين نشتغل شغلكم، ما دام اصلا الاعلام ده بقى زيف، ما دام الاعلام بقى زيف مضطرين نشتغل شغلكم. وانا كده قريب من نقطه الصفر، يعني ما فاد لي حاجه. لكن شكلي عمل راس بجاي، يا ربي الكروز بتاع الجيش راجع. كروز
كروزر بتاع الجيش جراجة، الحسي فاتي اهو جراجة. وان كار، جاست وان جفرمنت كارت، عربية واحدة بتاعت حكومة جات ورجعت، عملت استطلاع عملت شنو الله اعلم. الحاصل يا شباب، شير 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 شير. قربت عليكم، انا قربت عليكم، قربت شديد. الكلام ده كله يا اخوانا شمال السوق، مع جزء بسيط من الناحية الجنوبية، وخد كده الصورة قاعدة توضح لي أكتر من الناحية الشمالية فقط، كمية أكتر. الحريق بنسبة كبيرة في الناحية الشمالية من الزلط أو من السوق. أما الذخيرة الآن حاليا حتكون قدام شوية، لكن زي ما أنتم شايفين ياهو الحريق شعبي، لا في إطاء مطافي، لا في حاجة، ولا شيء نسكر. وهو ده الزلط، الزلط من هنا الكوبري فادي، ما فيه ولا شيء، شيء ما فيه، شايفين؟ لا عربية، لا مطافي، لا ربع الجيش، لا حاجة، فادي. ودي عربية قد تكون اتحرقت، عربية كبيرة بتاعت حطب بتاعت قنع، عربية كبيرة. حفظ الله الترومبا من الناحية الجنوبية انها ما تكون حصل لها اي حاجة. ودي من الاخطاء ذاته القايم، بنقول حيث ربنا يكون في العون. الذخيرة شغال جوا يا اخوانا، الذخيرة شغال جوا، كويس. الذخيرة سامعين صوت الناس بتكورك، والذخيرة شغال، والحريق شابي. بس الذخيرة قد يكون اقرب مني بشديد، سامعين سامعين؟ ده الحاصل، ده الحاصل يا اخوانا، ده الحاصل. ده الإزاف شكله شال زول، وجا راجع وتاني شايل له زول ماشي، وهكذا رمد ال ده الحريق، ده الحريق يا اخوانا. ده الحريق يا اخوانا، لا مطافي، لا اسعاف، لا في مويه، لا في حاجه، وشايفين ده الحريق على مستوى السوق. اما الحريق على مستوى البعود جوا هناك، لا في مطافي، لا في حكومه، لا في حاجه، والذخيره داقه، والناس الميتين والمجروحين ما معروفين، كويس، ما معروفين لحد الان كم. ده الحاجه الحاصله، انا قد يكون ده ابعد لي محل ممكن اقدر اصل له، نسبة لحاجات كثيرة زي ما انتم عارفيننا. والحريق شابي، قد يكون فيه بنزين ولا كده، ونحمد الله انه الترومبة دي ما تجي حاجة. بس الترومبة دي انا اقرب لكم الصورة شوية، ممكن تشوفوا الترومبة، يعني المسافة ما بين الحريق والترومبة ما بتتعدى ال 40 متر، 40 متر كويس، ال 40 متر. سامعين صوت اللهيب؟ ده صوت اللهيب يا اخوانا، لا في حكومة، لا في تروم، لا في مطافي، لا في حاجة ولا في شيء. خير الإسعاف بيخش جوا الأحياء، بيطلع الجرحى والميتين وبيجي راجع.
ما في اكثر من كذا. او ممكن تشوفوا الحريقه الثانيه جوا الاحياء هناك، ف لو اتاحت لي انه لقيت طريقه ممكن اقدر اصل لهناك. ده الحي الحاصل، وحيكون في ضرب ثاني من الناحيه الجنوبيه شويه بعيد من السوق بنفس الصوره. ربنا يحفظ. ده الحي الحاصل يا اخوانا، دي الحي الحاصل. ناو انا ما داري اعلق على المواضيع كثيره، لكن دي الحي الحاصل بس. فممكن توريني الحاصل بالضبط من البدايه، الزور الكامل من الصباح قاعد هنا. السلام عليكم، في زول من الصباح قاعد هنا؟ كويس، ممكن تورينا الحاصل؟ والله حاصل بأمس امبارح في شاب كده من العرب ديل ماشي قام طعنوه ويتحرك بعد يتسرب يتوفق. ايوه بسبب ذاك امبارح بالليل جو حوالي الساعة 8:30 قام حصل فريق حريق دكان و في السوق ما جاوا دخلت، وفي شايب برضه ضربوا برا جابوا دخلوا في الركوب حرقوا. وفي ناس مفقودين اكثر من 10 ناس مفقودين، ما عرفنا محل مزات فيه. ده من مبارك ده مسكون من فوق هناك وناس ما والدنا برضه 11 جو 11 جو هاي فوق ده نفرين رفاتهم بنفسي الميتين الميتين من الاثنين ده هاي من الاثنين ده الواحد في شاف اثنين هم ولد عمره 11 سنه. خلاص خيطوا الاذاب بينوي انكم تتحركوا لانه الموضوع ما حد يكون طبيعي. في فازا عليكم فالناس تمشي. يا اخوانا ده شاهد عيان، ده شاهد عيان انه اتدلى بشهادته عشان ان الناس تعرف الحاصل. ف نحن بنكتفي بهذا القدر، وحتكون وصلت الرساله. ف نحصل المستشفى، قلنا في اللايف الثاني في المستشفى وحنعرف الحاصل هناك ان شاء الله، وربنا يديهم العافيه.